افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل معرض يوم المهن 18 الذي أقامته كلية البحرين الجامعية بحضور الدكتورة رنا صوايا رئيسة الكلية وبمشاركة عدد من المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين العام والخاص. ويهدف معرض يوم المهن إلى تعريف طلبة الجامعة بفرص التوظيف في القطاع الخاص وترشيد اختيارات الشباب نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل. لتوفير الفرص الوظيفية والتدريبية والعمل على تعزيز التواصل بين طلبة الجامعات وأصحاب العمل والتعرف على اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية، قام وزير العمل بافتتاح معرض يوم المهن 18 في كلية البحرين الجامعية بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين العام والخاص، وذلك لترشيد اختيارات الشباب نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل. اليوم نحتفل في كلية البحرين الجامعية بيوم المهن ونشيد بالدور اللي قامت بالكلية للمساهمة في الجهود الوطنية لتقريب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعريف الطلبة بالتخصصات والمهارات المتاحة في سوق العمل. جهد وطني جماعي تشترك فيه جميع الكليات تحت إشراف وزارة التربية ومجلس التعليم العالي وهيئة ضمان الجودة ووزارة العمل والتمكين لتحقيق هدف وطني سامي، وهو تسهيل وتسريع عملية التوظيف ودمج القوى العاملة الوطنية في سوق العمل بكفاءة واقتدار. طبعا تنظيم هالفعالية اليوم يوم المهن الجامعة بتنظمه للسنة 18 هو رسالة سامية من أجل تأمين فرص عمل للطلبة وفرص تدريبية وتأهيلهم لسوق العمل وسد الفجوة بين سوق العمل وطبعا المرحلة الدراسية، فهيدا يعني من واجبات الجامعة لتأمين مخرجات العمل للطلبة ومخرجات التعليم بيكون بالشكل المناسب. هذا وتبذل مملكة البحرين جهودا جبارة في بناء رؤية متكاملة من أجل تجسير المخرجات واحتياجات سوق العمل، إلى جانب السعي المتواصل في خلق فرص وظيفية مناسبة للجميع. نستغل هذه المعارض لتوظيف البحرينيين، وعندنا نسبة تحيين وصلت نسبة البحرين 88%، واحنا ان شاء الله في ظل صدد فتح فرعين اخرين ان شاء الله وبيكون بعد توظيف البحرينيين ان شاء الله فيهم. احنا حريصين ان احنا نشارك في هاي المعارض، اوكي، حق نمكن الشباب في حق الوظائف وحق التدريب في العمل في المستشفى ويانا، ونحب نطور من الشباب. احنا من اول الشركات اللي ابتدينا ببرنامج الفرص، ومنها وظفنا 25 بحريني و25 بحرينية، والحمد لله تم التوفيق معاهم. المتغيرات المتسارعة في سوق العمل جعلت من هذه المعارض الأرضية الخصبة والسرعة في الاستجابة لإدماج الطلبة الجامعيين وإطلاعهم على كل ما هو جديد من الأساسيات والكفايات التعليمية والتدريبية الكفيلة بإكسابهم المهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى تسهيل تعريف الطلبة الجامعيين على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية المطلوبة في سوق العمل.